توقعاتكم ايه الماتشات بكره؟ نمسك او المباراه الاولى زد والجونه. زد طالع من مكسب كسبان الاسماعيلي في اسماعيليه 2-1، والجونه كسبان سموحه في الجونه 1-0. انا شايف اللي هو ماتش هيبقى رخم قوي على الفريقين. رخم جدا يعني متكافئ قصدك؟ رخم يعني كابتن علاء مش هيقدر يفوز، مقفول يعني، مقفول جدا. وكابتن مجدي عبد العاطي كسب الماتش اللي فات، فيعني الموضوع، والجونه برده كسبانه. انا شايف الماتش ده هيبقى تعادل، يعني مفيش حد هيكسب الماتش. تعادل تعادل، وجهه نظري انا تعادل الماتش ده. يعني كابتن علاء بره ملعبه دايما طول الوقت بيدافع، طول الوقت بس والله لا، ده السنه دي الجونه كسبان بره ملعبه كذا ماتش. هو بره ملعبه بيبقى مركز على النقطه. اوكي جاي 3 بونت، اوكي ما جاش يبقى نقطه. هو بكره جاي ومركز اللي هو عايز نقطه، النقطه بالنسبه له مكسب. وهو دلوقتي الفرق بينه وبين زد هو 27 والجونه 25. ايوه فلو خد خامس وسادس يعني بالظبط، لو خد كويس نقطه يبقى 26، فكويس جدا. فاهم قصدي؟ فانا شايف اللي بكره يعني شايف اللي هو تعادل يعني، وجهه نظري. جعفر شايف بص، ماتش في استاد القاهره ملعب زد، احنا متعودين دايما ان الدور الثاني ده البوينت فيه عزيز، يعني اللي بيطلع بوينت بيبقى كسبان. تمام. كابتن علاء انا شايف انه من احسن المواسم اللي عملها ليه في الدوري المصري. كابتن علاء وهو كابتن مجدي عبد العاطي الاثنين ما شاء الله السيزون ده ماشيين بشكل كويس جدا، وعاملين نتائج كبيره جدا مع فرقهم. بشوف انه هيبقى ماتش صعب طبعا، وماتش قوي، بس بشوف ان زد اقرب شويه. زد واخده دفعه معنويه، كسبانه كام ماتش ورا بعض، وعندهم لعيبه كويسه جدا، فيقدروا يعملوا فارق يعني. رغم ان الجونه ما شاء زد الله زد الاقرب يعني. رغم ان الجونه ما شاء الله ماشي طيب كويس، بس زد اقرب. الماتش الثاني الاتحاد والاسماعيلي، ماتش صعب جدا. الاسماعيلي خسران الماتش اللي فات، والاتحاد تعادل مع سيراميكا الماتش اللي فات. ماتش صعب على الاسماعيلي، خاصه ان الاتحاد الماتشين الاخرين تقريبا تعادل. فبشوف انه الاتحاد اقرب، واعتقد ان الاتحاد هيكسب، لان الاسماعيلي الفتره الاخيره ماشي بشكل وحش، بشكل سيء او خسران. لا مش وحش، هو اتغلب من زد، بس قبلها كسب سموحه، يعني الدنيا مش وحش. بص يا استاذ كريم، الاسماعيلي لو جبت نتائجه هتلاقيه كسبان 3 ماتشات في الماتشات دي كلها. كسبان الاتحاد تقريبا الدور الاول، كسبان سيراميكا، وكسبان سموحه. 3 ماتشات من كام ماتش؟ اللي عكس الاتحاد ماشي. الاسماعيلي يا سيدي كسبان 4 ماتشات. 4 ماتشات من كام ماتش؟ من 18 ماتش. من 18 ماتش. فاعتقد الامور صعبه جدا للاسماعيلي السنه دي. لو ما فاقوش والدور الثاني قدروا يحافظوا على الاقل البوينت بره ملعبهم، اعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا، وشايف ان الاتحاد اقرب للمكسب يعني. ماتش في اسكندريه في ملعب الجيش في برج العرب. بص يا كابتن، الماتش صعب جدا، اللي عنده دوافع اكتر هو اللي هيكسب الماتش. يعني انا شايف اللي هو الماتش، يعني انا عارف كابتن غير الدوافع على الناحيه الفنيه للفريق. الناحيه الفنيه هيركز كابتن طارق العشري، هيركز على اللي هو عايز ياخد الثلاثه بونت، وعايز يكسب من اول. كابتن دايما بيشتغل على الكوره الطوليه، بيلعب على الكوره الثابته. لا هو بيركز كابتن الكوره الطوليه كمان، الكوره الثابته بطريقه عنده مقلول ملك منطقه الجزاء، وبيهتم بالباك رايت والباك ليفت وكروسات على طول الوقت. ومن اول دقيقه كابتن طارق عايز يهاجم، انه لو كسب بكره كابتن طارق هيبقى الثاني على الدوري. هم 28 هيبقى 31، فمركز قوي، وهو مش عايز يضيع الفرصه دي. وطول الوقت كابتن طارق عنده الدوافع، انا اتمرنت مع كابتن طارق سنين يعني في انبي وفي الحرس، طول الوقت عنده الدوافع اللعيبه، وبيخلق الدوافع اللي هو ازاي يكسب جوه ارضه، وبيعرف ويوصل. وبيذاكر جدا الفرقه. كابتن ايهاب كلام مدرب كبير برضه، بيشتغل كوره على الارض. انا شايف اللي كابتن ايهاب مطلع لعيبه صغيره جدا، وبدا يرجع احمد الشيخ وايريك تراوري وهشام محمد. مش ده نادي الاسماعيلي، لما يبقى 18 اسبوع تكسب 4 ماتشات صعب قوي. الظروف صعبه برضه الاسماعيلي السنه دي، قيد كان موقوف في اول الموسم، ما عرفتش تجيب لعيبه، ما فيش فلوس، فجبت برضه لعيبه انت عايز ترجعها للملعب، طلعت ناشئين. يعني برضو احنا برضو بنحاول نشوف الظروف لكل نادي ونقيم على اساسها يعني. انا عارف يا كابتن، هاب ده مدرب كبير كبير جدا، مش قصدي حاجه، انا قصدي ان بس يعني انا بتكلم ظروف مش سهله في الاسماعيلي يعني. انا شايف ان الاسماعيلي بالظروف دي كابتن لعيب في الاسماعيلي كويس، ان هو انا عارف الاسماعيلي السنه اللي فاتت، لا الظروف السنه دي احسن من السنه اللي كنت فيها، احسن السنه اللي قبليها. لا الظروف السنه دي اللعيبه بتاخد فلوس، واللعيبه جايبين، بس بتكلم على اسماء اللعيبه ان هم معظمهم لعيبه صغيره. واحد كابتن هاب جاب اللعيبه اللي هو عايزها، جاب اللعيبه اللي هو عايزها وطلبها، اللي طلبها جابها، بس بالفلوس اللي على قدهم، على قد امكانيات النادي الفتره دي، ومعظمهم فري تقريبا. احلى النادي الاسماعيلي، لا اللعيبه لازم يبقى عندها اكشن اكتر من كده كابتن، لازم عندهم يحسوا ان النادي الاسماعيلي نادي كبير، ويحس ان فيه وراه جمهور، ويركز ويكسب. مش النادي الاسماعيلي يبقى هو قبل الاخير ب ب ب ب ب بتوقع مين؟ كابتن اتوقع اتحاد اسكندريه. اتحاد اسكندريه وجعفر برضه اتوقع الاتحاد. طيب اخر بقى مباراه عشان الوقت خلاص بيخلص، الداخليه وفيوتشر في ملعب الداخليه في بيترو سبورت. فيوتشر اعتقد فيوتشر اقرب، بحكم ان هو بقاله فتره ماشي بشكل كويس جدا. اعتقد ان فيوتشر اقرب، لان الداخليه برضو متزايد الجدول. فيوتشر كسبان فاركو
والداخليه متعادل اخر ماتش مع ده كسبان فاركو كابتن كريم وكسبان قبل المصري ففيوتشر ماتش بشكل كويس جدا في الدوري واعتقد المكسب ده هيطلعه يعني تقريبا ممكن يدخله في فيوتشر كمان خلي بالك لسه ليه ماتشات مؤجله يعني النهارده 24 فيوتشر لو كسب يبقى 27 ماتشين مؤجلين كمان يخلوه يركب جدول الدوري بص كابتن احمد كابتن احمد كوشه عمل الماتش فيه بتاع انبي اتفرجت عليه عمل ماتش هايل يعني 0-0 مع 0-0 بس ضيع اكتر من فرصه وكان اللعيبه يعني عاملين ماتش كويس جدا كان فيه باد لك انا شايف اللي الداخليه بكره تعمل مفاجاه وتكسب مودرن فيوتشر الداخليه تكسب بكره مودرن فيوتشر انا شايف اللي كابتن احمد كشري الماتش اللي فات واللي قبليه بدا اللعيبه تحفظه بدا يشتغل وهو كمان بيحب الكره الهجوميه فانا شايف اللي بكره الداخليه تكسب فيوتشر من وجهه نظري يعني خلينا نشوف بكره كده ان شاء الله